انت عندك حق، وانا بكتب حسيت ان انا مش حابكه الجريمه كويس. بصراحه انا كنت مستعجله عشان حضرتك مستعجلني، بس انا هراجعها. على العموم اظبطيها وكملي كتابه وابقي كلميني. استاذن انا. ايه يا فندم؟ اتفضل. اتفضل حضرتك. هنتظر من التليفون. حاضر يا فندم. انا سعيد اني شفت حضرتك. عاوز اتكلم مع حضرتك. وبعدين بقى؟ خلاص البنت مش عايزاك، وبعدين مش هنخلص من الموضوع ده بقى؟ لو سمحت انا مش عايزاك تخش هنا غير لو انا سمحت لك. البنت اتقفل قلبها من ناحيتك خلاص. هي فين؟ ايه السؤال ده؟ عايز اطمن عليها. انا خايف عليها وعلى مصلحتها. شكرا لخوفك جدا، ابعد عنها بقى. طيب انا هبعد عنها، بس انا رحت اداره الكومباوند وسالت على كريم، وعرفت منهم ان هم اجر الفيلا دي من شهر بس، ومحدش يعرف عنه اي حاجه. وقبل ما ياجر الفيلا كان عامل محضر في القسم بان كل اوراقه الشخصيه اتسرقت، يعني مفيش اي حاجه تثبت شخصيته. صدقيني انا خايف عليها. نادر، انت عارف كويس قوي انا كنت متحمسه لخطوبتكم ازاي، لدرجه لما انت جيت قلت لي ان عندك مشكله في شقتك قلت لك خلاص تعالى اقعد معانا هنا، صح؟ فعلا ده حصل. تسمع كلامي؟ اكيد طبعا. ابعد عن سلمى خالص، هي حاسه ان انت خدعتها، وبالحاحك ده حاسه ان انت مش مقدر اللي انت عملته فيها. انا عن نفسي عايزاكوا ترجعوا لبعض، وهدعم الفكره دي بكل قوتي، بس كل حاجه ليها وقت وطريقه. انا متشكر جدا لحضرتك، بس انا قلقان من كريم ده خالص، وانا مش كذاب، ويا ريت حضرتك تتاكدي من المعلومات اللي انا قلتها. هيحصل. مع السلامه. ياه، ده انا اول مره حد يزورني من زمان. ليه؟ امال فين اهلك كلهم؟ انا عايش بقالي كتير قوي لوحدي، بقالي اكتر من 10 سنين. طب وفين بقيت اهلك؟ كلهم سافروا. طب وليه ما فكرتش تسافر لهم؟ فرص الشغل هناك احسن كتير. دوقي دي. حضرتك ما حدش بيحبني. كان في مشاكل بين بابايا وبينهم، مشاكل كتير قوي. عارفه الاكل حلو قوي. على فكره انا حاولت اكلمهم كتير، وانا عارف اني انا قصرت معاهم، بس افتكرت بعد ما عرفوا مشكلتي هتقربوا ليا، بس بصراحه ما حدش عبرني. انت هتفضل واقف كده كتير؟ ولا يهمك. قولي انت ليه ما فكرتش تفتح مطعم؟ يعني طالما بتحب وقفة المطبخ. دي عشان الجو يكمل. واو. عارف اني بحب الاغنية دي قوي. وانا احب اللي يحبها. طب قول لي بقى ناوي تعمل ايه؟ والله بفكر ابيع الفيلا واشتغل بفلوسها. حلو، لو فكرت تفتح مطعم انا موافقه اشتغل معاك. يا سلام، واعتبري نفسك مديرة المطعم. ميرسي على العشاء، بس انا اتاخرت ولازم اروح.
أنا متشكرة، متشكرة على كل حاجة. أنا اللي بشكرك جدا، بشكرك على زيارتك الجميلة، فعلا ادتني طاقة إيجابية كنت فاقدها بقالي كتير قوي. على فكرة أنا معجب بيكي جدا، ومعجب بشخصيتك وقوتك، إنك بدأت تخرجي وبدأت تتعاملي عادي جدا من غير أي خوف. وأنت ما تعرفش عني إني قوية وقوي كمان. جود نايت. ميرسي. ميرسي. أنا مش فاهماك يا نادر، هو أنت بتحبها ولا لأ؟ أكيد بحبها يعني. يعني أنت عايز تفهمني إنك أنت مش متضايق ولا زعلان إن هي ميلاله أكتر؟ أكيد متضايق، بس أنت عارفة صاحبتك كويس، دماغها ناشفة وما بتسمعش كلام حد، خصوصاً أنا في الظروف اللي إحنا فيها دي. بقول لك إيه؟ أنت صاحبتها، اتكلمي معاها ونبهيها. الشخص ده غريب، وأنا قلقان منه جدا. إحساسي دايماً ما بيخيبش. في إيه يا نادر؟ أنت قلقتني. لازم تقلقي. قفلت تليفونك ليه؟ أنا مش قفلت، مفصل شحن. ازاي يعني فصل شحن؟ يعني سيبيني من القلق ده كله؟ انت مش عارفه ان انا بقلق عليكي جدا اليومين دول بعد اللي حصل؟ انا اسفه. مفيش حاجه اسمها اسفه. وفي حاجه كمان، اللي اسمه كريم ده مش عايزاكي تشوفيه خالص. ليه يا مامي؟ من غير ليه؟ بس انا لازم اعرف السبب. دماغك بجد بقت ناشفه قوي اليومين دول. بلاش تعمليه بالطريقه دي، لانك عارفه لو ما عرفتش السبب مش هعمل اللي انت عايزاه. نادر جه هنا تاني؟ انا قلت لك تخوفيه وتهدديه ان احنا هنعمل له محضر عشان ما يجيش. مش مهم كل اللي انت بتقوليه ده، المهم هو قال ايه. هيكون قال ايه؟ قال لي كريم ده ما يملكش الفيلا اصلا، وانه مأجرها من شهر واحد بس، يعني عكس الكلام اللي قاله خالص. اكيد كذاب. جايز، جايز يكون كذاب وجايز يكون مش كذاب. احنا ما نعرفش حاجة عن كريم ده خالص، ولحد ما نتأكد مين كذاب ومين صادق لازم ناخد بالنا كويس أوي.